أنا مش عارف ليه شاكك في واحد معين. خليل أخوك. معقول يعمل حاجة زي كده؟ ما أنت عارف خليل أخوك مصلحته إن أنت تتجوزي واحد غني عشان يستفيد من وراك يا زهر. الو، انت قافل موبايلك ليه طول اليوم يا خليل؟ ما شحنتوش. انت فين دلوقتي؟ طب تعالى انا عايزاك. مع السلامة. زي ما بقول لك يا زهرة، أمك عيانة قوي 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 والمصاريف كترت عليا. إيه الكلام ده يا خليل؟ أمال فين الفلوس اللي بعتها لكم الأسبوع اللي فات؟ أسبوع إيه؟ أسبوع إيه اللي فات؟ وأمك عيانة زي ما قلت لك، بتشرب حوالي 36 إزازة دواء في الأسبوع يا زهرة، المصاريف كترت عليا. أمال أنت فين ميتك يا خليل؟ هوديها فين ما أنت عارفة؟ هوديها نفقة بتاعت طليقتي وبصرف على أمك والدواء بتاعها. إحنا دلوقتي عايشين على السلف والدين. من سمعك الحال من بعضه، انا الايام دي عماله ادور على شغل. ايه ده؟ شغل ايه؟ امال فين جوزك اللي بتقول عليه كسيب قوي؟ كسيب قوي بفلوس غيره، بينصب على الناس وبيصرف فلوسهم. طب فين الناس دي؟ استغفر الله العظيم يا رب، اجيب لك بس فلوس منين؟ من معاك؟ انت مش بتشتغلي وبتاخدي مهيه؟ ما انت مقشطني اول باول. اتصرفي، انا دماغي فاضيه ومطبله ومش هعرف انزل شغلي غير لما اكيف نفسي. اعمل ايه يعني؟ خلاص اخبط دماغك في الحيطه. بقول لك ايه، هات القوشه اللي في ايديك دي. انت بتقول ايه ده؟ ولا اقول لك هات السلسله اللي في ايدي. عايز تاخد شويه من السيخه اللي حيلتي؟ بفلوسي يا روح امي. فلوسك ايه؟ فلوسك كلها راحت على الحشيش وعلى الخمر يا جمال. ما هو انت هتجيبي القوشه يا السلسله. بقول لك ايه، هو ده كل شويه عايز تضربني يا بابا؟ انت بتمدي ايدك على بقيت فين؟ ايه اللي وداك البيت دلوقتي؟ بديعة ايه وزفت ايه؟ انا عايزاك لوحدك. سيب كل اللي في ايدك وتعالي دلوقتي يا خليل. اتفضل. شفت المقلب النص كوم اللي عمله جوزك معايا النهارده؟ عمل ايه؟ رحت للسوق التجاري عشان اشتري شات قمصان وشات كوفيات وشات ملابس داخليه اللي طالعين جداد الملونين دول. قال لي حبيبي خد اللي انت عاوزه، ما لقيت شنطه بلاستيك قد كده. في الاخر قال لي حاسب انت وروح امك. قالك روح امك؟ في السوق. يعني ايه مش فاهمه؟ اهو ركب دماغه بقى. قال لي حاسب يا روح امك قدام الناس في التجاري، وفضلت اجري وراه، خد التجاري ده وجري على طول. وانا معيش الا اجره السكه اللي هرجع بيها القاهره. اسمع يا خليل. انا هجيب لك من الاخر. لو انت فاكر اني حيلتي قرشين انا عشت، والراجل اللي جوه ده عليه شيكات ومديون ويمكن كمان يخش السجن. وانت ايه اللي مخليك تعيشي مع الراجل اللي جوه ده؟ مقبض الدولاب ده اللي معهوش ولا مليم. نصيبي بقى. نصيبك ازاي؟ اطلبوا منه الطلاق وروحي مصر معايا وانا هجوزك سيد سيد هناك. يا شيخة نيل، ما عملتش ليه من الاول كده يا شملول؟ شملول؟ انت اللي شملوله، انت اللي قلتي ما اقدرش اعيش الا مع جلال،
انا عايز اروح اعيش معاه في كوكب تاني. وبعدين يا جلال هتعمل ايه في كل الديون والشيكات اللي انت عليك ديت؟ ده انت كاتب شيكات ب 10000 جنيه. قلت لك ما تحمليش هم لاي حاجه انت. يعني ايه ما احملش هم؟ انا خلاص اتفضحت في العماره، حتى الشغل مش راح مني فيه. الدكتور اللي عندي قال لو حد جالك هنا تاني هطردك. انا مرتب حالي وهحلها ومش عايز صداع. ايوه ازاي يعني؟ انا هفلس على الخليج وموصي واحد صاحبي يبعت لي تاشيره وهم يضربوا دماغهم في الحيط. تفلسع يا اخويا؟ على الخليج؟ طب قبل ما تفلسع على الخليج فلسعني من حياتك وطلقني. لا يا كبد امك، انت هتسافري مع جوزك على الخليج. لا هطلقني ومش هسافر معاك يا جلال. مش هطلقك يا زهره واعلى ما في خيلك اركبيه واضربي دماغك في اجمل حتت. انت اللي تخبط دماغك في اي حته يا حشاش يا خبرجي. مش كفايه مستحمله قرفك؟ مش مستحمله الظلم اللي انا عايشه فيه معاك؟ انت بتمد ايدك عليا يا بنت الكلب، بتمد ايدك على سيدك اللي لمك. ده انتوا عيله رمم اذا كنت انت والله امك ولا اخوك اللي اسمه خليل. ده ناقص يمد ايده في جيب يا بنت. يا بنت ده انا واخدك خارج بيوت مش بنت بنوم. انت كمان بتضربيني. بتضربيني. انت طالع روح امك ورقتك هتوصلك. ايه يا زهر؟ مالك يا حبيبتي؟ قاعده كده ليه؟ جلال رجع يا ام. جلال مين؟ جوزي الاولاني. طب هو ليه ايه عندنا دلوقتي؟ بيقول ان انا لسه على ذمته. على ذمته ازاي؟ هو مش طلقك وانت في بورسعيد ورجعتي عشتي معانا تاني؟ بيقول ان هو ردني غيابي وبعت لي الاعلان على يد محضر وانا مضيت عليه. وانت صحيح مضيتي على حاجه زي دي؟ صحيح ازاي بس ياما؟ والله العظيم لا شفت حاجه ولا مضيت على حاجه. خلاص ما يهمكيش بقى منه ده، بس تلاقيه سمع ان معاكي قرشين عايز بقى يجي يعملهم عليكي كده وياخد منك اي حاجه. هو خليل بيه وصل اهو. انت عايزاه في حاجه؟ حق لك، انا هو اللي عملها. يخرب بيته عمل ايه الموكوس ده؟ ايوه يا عسل انت يا عسل. شفتي اول ما كلمتيني في التليفون جات لك طياره ولا بلاش طياره احسن بتوع اللي مندوب في الميه. يا حبيبتي اقعد يا خليل. ايوه حبيبتي ازيك يا امه؟ ايه بقى الموضوع الجامد قوي اللي طلبتيني عشانه؟ انت قابلت جلال؟ جلال جوزك الاولاني. كلمني في التليفون. انا مش عارف جاب تليفوني منين. انا بصراحه بقى تليفوني بقى منتشر عايز اغيره باقصى سرعه. يا سلام يا زهره لو شفت جلال المقشف المقيح بتاع زمان. دلوقتي ايه لبس ايه وقبها ايه اوتيلات اكل شرب. سيبك من الكلام ده كله، خليك معايا يا خليل. انا معاك يا عسل. قالك ايه؟ مفيش. قال ايه؟ بيستعبط. انا اقول كده انا ضحكت. قلت لسه على ذمته. لما هو قالك كل الكلام ده ما جيتش ليه قلت لي يا خليل؟ انت صدقته يا واد؟ اصدقه ازاي يا ماما؟ انا قلت خليك مع الكذاب لغايه الدار والباب يثبت بقى. يعني يا خليل هو بعد ما طلعني ما استلمتش اي اعلان هو بيردني فيه؟ اعلان ايه اللي استلمه وانا ما اعرفش الحاجات دي ولا عمري استلمت حاجه زي كده؟ ولا انت ياما؟ يا حبيبتي لا انا مش فاكره حاجه زي دي. وتفتكري ليه اساسا ياما؟ الراجل ده بيشتغلنا. طب ايه رايك بقى يا خليل ان هو طلع صوره من الاعلان وعليها امضتي؟ ده معناه ان في حد استلم الاعلان ومضى مكاني. ايوه انا افتكرت دلوقتي، مره لقيت اخوك بيفتح الباب ولقيت قدامه محضر وعسكري. عادي كان كل يوم بيخبط علينا واحد عسكري ونقول له العنوان غلط. وبعدين انت بتقولي ايه الكلام ده يا اما؟ لا بقى ده انا فاكره كويس قوي يوم ما قلت لك مين دول يا واد، قلت لي دول ناس غلطانين في الشقه. صح يا اما غلطانين في الشقه فعلا. اليوم ده انا فاكره كويس، كانوا بيسالوا على البنت الحراميه اللي اسمها عايده اباليك اللي بتسرق الاباليك من الشقه دي. حرام عليك يا خليل، قول الحقيقه ما تودينيش في داهيه. انت كده بتظلمينا يا زهره. معقوله اخت حبيبتي اعمل فيها كده؟ يجي لها اعلان علشان يردها لجوزها، انا اروح مكانها؟ انا ازور وامضي كده مكانها؟ دي جنايه. استغفر الله العظيم.